من الموضوع ده انتقل معاك لموضوع تاني. اتفضل. وانا حتى قلت ده في الانترو في بدايه البرنامج، لولا انجازات الاهلي لكانت الكره المصريه صورتها كانت أسوأ مما نتوقع بالنتائج الحاليه. نعم. جرس الانذار اللي شفناه في منتخبات الناشئين في السنوات السابقه ما اداش مؤشر للناس اللي بتدير الكره في مصر ان لازم تفكر وتضع حلول؟ شفنا الناشئين بتخسر بالخماسيه، نعم. شفنا الاولمبي بيخسر من المغرب بسداسيه، وانت بتتكلم على ليفل بس نحط الماتش ده بس يعني اتكتب في التاريخ. صح، مش اتكتب. مختلف معاك، مش مختلف معاك، بس احب بكل امانه المباراه دي خلينا نحسبها انها كانت تحصيل حاصل. ده برونزيه. صح، مش ده مختلف معاك، بالعكس. بس بكل امانه انت يا محمد، بتلعب على برونزيه في لعبه صح جماعيه في والله، الالعاب صح الاولمبيه. مش مختلف معاك، ولكن هي انا في وجهه نظري لم تفسد من الانجاز اللي عمله منتخب اولمبي شيء، لكن كلمني على مثلا منتخب الوصول كرابع، ده انجاز؟ نعم في الاولمبياد ما حصلت قبل كده. ماشي، هو بس الانجاز في الميداليه البرونزيه كريم. صح. لا تاني معلش، بس يا اتفضل. محمد احنا كنا بنتكلم ان المنتخب ده فعلا 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 ما كانش هو ايه الجيل اللي يقدر يحقق هذا الامر، وكمان ماتش فرنسا بكل امانه احنا الولاد تعبوا فيه جدا، طبعا نتيجه كبيره جدا 6-0، كبير قوي قوي قوي، ومبروك طبعا الكره المغربيه بصراحه عامله طفره كبيره بالامانه، ويستحقوا بصراحه. ويستحقوا بسبب الشغل اللي هم بيشتغلوه. في تخطيط يا جماعه. لكن بكل امانه اللي شفناه في مباراه منتخب 17 ده انا معاك جدا جدا ان احنا ده ناقوس خطر. ليه؟ لان انت النهارده بتتكلم على ده المستوى بتاعك، والفكره مش في الخساره، شكل الخساره، ده الهدف الثالث والرابع، الهدفين الثالث والرابع يا محمد حاجه مؤسفه، كوميديه، مؤسفه، تخيل، مؤسفه مؤسفه، لعيب بيرقص واحد ان انت واثنين. يخش فيك هدفين في منتخب مصر، في منتخب مصر، واحنا النهارده عندنا اربع درجات لكره القدم، اربعه، احنا منتخب 17 سنه، بعيدا بقى طبعا تاني، انا عارف ان المبرر اتقال لي امبارح يا حاج كريم احنا كان في مجموعه من 11 او 12 لاعب اعتمدنا عليهم لمده سنه ونص، طلعوا في الاخر ولكن طلعوا في مسننين، الاخر مسننين ودخلنا في هذا الموال، وبالتالي لجأنا ان احنا نلعب ما هم ده حسب الوصف يعني بالصف الثاني اللي كان معانا، ده ما كانش الصف الاول اللي احنا مختارين. طب ما دي غلطتك، ما رجعتش من الاول ليه؟ اول يوم وانت بتختار ليه ما عملتش الاجراءات والامور الاداريه؟ انت مش شايف ان المشكله دي اتكررت بقالها يعني اتكررت كذا مره؟ أيوة. في اخر 10 سنين. بص يا محمد، هي فاكر منتخب الكابتن محمد عمر؟ حصل مش اول مره. صحيح، وخلي بالك هي منظومه، اسمع التصريحات طلعت في الاونه الاخيره من بعض المسؤولين، واللي يقول لك انا كان بيجي تليفون عشان اعين واحد صاحب صاحبي في احد المنتخبات وبعينه، وكان فلان الفلاني بياخد منتخب معين عشان يعين برضه هو اصحابه، وانا عين صحابي وانت تعين صحابك، وتبقى الدنيا بقى نشوف لا انا مش عاين حد. مين معدي قدام القهوه اللي احنا قاعدين عليها عشان نبدا هو يشتغل النهارده في اي للأسف. منتخب مصر. للاسف هي دي المنظومه بتاعتنا، هو ده شوف بقى، تعال بص على المغرب، شوف المغرب بقى لهم 10 سنين، 10 سنين مين؟ المغرب بتتطور في كره القدم منذ تقدمهم لملف استضافه مونديال 2006 كان في خطه، و2010، كان في خطه من زمان الناس دي شغاله بقى 20 سنه وكملوا على كاس العالم وطلبوا سواء استضافه رجاله تاني. او سيدات او حتى كره خماسيه، الناس دي عرفوا النهارده ازاي هم مميزين في ايه، وبيشتغلوا خلي بالك بكل عدل، انت تستحق تاخد التيشيرت، تاخد الجيرسي وتنزل تلعب، ما تستحقش مش هتلعب. بكل امانه انا مش عايز احبط في الاولاد، هم سنهم صغير وكل حاجه، بس بكل المشكله امانه مش في الاولاد، احنا المشكله في اللي مشكلتنا، بيدير. ايوه ما احنا مشكلتنا، احنا مشكلتنا مفيش اساسيات اصلا، مفيش اساسيات. فتاني بكل امانه في انتخابات جايه اتحاد كوره والدنيا هتتغير، ونتمنى طبعا الاصلح كل شيء، بس بكل امانه اتمنى والله العظيم يا محمد اتمنى من كل واحد في الاتحاد الحالي، اخر يوم ليك، اخر يوم ليك في الاتحاد بجد بجد والله بجد، لازم تعتذر، لازم تعتذر على كل اللي حصل في الحقبه بتاعتكم يا استاذ كريم. لو في مسؤوليه وانت تاني يوم طالع رئيس بعثه، نعم اكيد يومك كله قبلها ب 24 ساعه تشغل نفسك دايما بتفاصيل السفر، باخبار البعثه، بالترتيبات للسفر. قبلها بيوم كان رئيس البعثه في برنامج على الهواء بيقدم برنامجه عادي جدا. صحيح. والفرقه مسافره تاني يوم الصبح ولا في دماغه، وبيتكلم كمان على لعيب في النادي الاهلي، وبيتكلم في مشاكل في الدوري تصريح، وعنده مشاكل في تصريح التحكيم. مسيء، تصريح مسيء بصراحه، حاجه كانت انا صعبه. حسيت بكل امانه، انا بقول امانه، انا حسيت لما هو قال التصريح ده ان هو يعني احط كوتيشن كده بيغلوش، عارف اللي بيغلوش، انا النهارده في قضيه عندي والناس هتيجي تقول لي يا كابتن ايهاب حصل كذا ويا كابتن ايهاب حصل كذا، لا لا لا، انا قبل انت ما تسالني السؤال ده انا اخدك لسكه في تانية. سكه تانية بسرعه، عشان انت قبل انت ما تخش عليا انا اخش عليك. فبالتالي بكل امانه اللي حصل الحقبه دي اسوا حقبه في تاريخ الكره المصريه، اسوا حقبه على كل الاوجه،
سواء منتخبات ناشئين، حتى اي في برضه المنتخب الاول برضه كان في فترات كتيره سيئه، والحكام القضيه اللي انت فتحتها هنا في برنامج حتى او حتى على السوشيال ميديا انت بتتكلم فتره سيئه لغايه. وخلي بالك كل، والله سبحان الله، كل كلمه بيطلع حد يقولها او يصطبق بيها بتلاقي على طول ربنا سبحانه وتعالى بيحطه في موقف مشكله، زي مثلا موضوع الفار وموضوع أكيد الكابتن محمد عيب واللي حصل في الفتره أكيد.